سلام خوتي خواتاتي، جيسبر تكونوا كاملين بخير. فضل الزهته اللي كتعيشها لاسين الراب المغربي هاد الايامات، هادشي يقدر يكون راجع لشهر رمضان اللي داخل. المهم مالينا، حنا ما غنديروش بحالهم، ما غنسمكوهاش، ولكن غنبقاو مره نرسو الريتم بشي ستوري تايم، واللي غتكون ديما في اطار الفن والموسيقى. المهم هو نربحو شي فكره زوينه في الاخر ديال كل فيديو، وحنا مستمتعين في نفس الوقت. ولكن قبل ما نبداو ستوري، بغيتكم كاملين تماركيو لا بريزونس ديالكم كومونتير، وما تنساوش لايك. نبداو 3 2 1، ليتس جو. مني كنت صغيرة كانت واحد الحاجة سميتها الكاسيطة. علاش كنقول هكا؟ حيت انا متأكدة انه غيدوز الوقت وغنساو شي حاجة سميتها الكاسيطة. فداك الوقت بيان سور ما كان لا انترنت لا دي في دي لا والو. في الصالون ديال الدار كانت عندنا واحد المسجلة وجوج ليباف كبارين. الوالد في الحقيقة ما كانش عنده مع الموسيقى، ولكن ديك الساعة المغاربة ما كانوش كيشروا المسجلات غير باش يسمعوا الموسيقى، ولكن حتى باش يحطوها ديكور في الدار، بحال البلان ديال داك طبسيل الطوس الكبير اللي عندكم في الفيترينة في المراح. الحلم ديالك هو شي نهار تشوف الوالدة ديالك حطات لكم الماكلة فيه. نرجعوا للمسجلة اللي في الصالون. فوق هاد الآلة العجيبة كانوا عندنا بزاف ديال الكاسيطات، ماشي ديال الموسيقى، بحكم الخدمة ديال الوالد كان خدام في العسكر. هاد الكاسيطات كان فيهم شي تسجيلات بشي لغة. من بعد عاد غادي نعرف باللي هذيك هي اللغه ديال ترانسميسيون بين العسكر. وفي وسط هاد السلاح كامل اللي كان عندنا في الصالون كانوا جوج الكاسيطات اللي فيهم الموسيقى. هذا واحد صاحب الوالد واللي كان ساكن في ميريكان هو اللي كان جابهم لي كادو. كان شاك فوا خرجوا مالي للدار كنستغل الفرصه ونخدم دوك جوج كاسيطات بلا ما يشوفني حتى شي واحد. الصراحة كانت هاد ليميسيون بحال الا هزيتي داك الطبسيل ديال الطوس ودرتي فيه ساندويتش باش تاكلو، وراكم عارفين العواقب ديال هادشي الا شافتك الوالدة. الصراحة دوك الكاسيطات كان فيهم غير صواميت معزوفات بآلات الساكسوفون وصافي. وانا صغيرة اللي كنت كنتمزك لهادشي كنت بحال الا مخدم ليا يوتيوب، الموسيقى خدامة والكليبات هما اللي كيدورو لي فراسي. بزاف د المرات كنت كنتخيل النهايه ديال شي استوار عايشه، وما يمشيش راسكم بعيد حيت الاغلبيه كنت غير كنتخيل النهايه ديال القصه ديالي مع السنه الدراسيه. مع كتسالى الكاسيطه مع كتلقاني نجحت بشي معدل زوين، لحقاش المود الكاسيطات كان مود ديال الموتيفاسيون، دونك ما عمرك تلقى النهايه خايبه، ديما ناجحه بشي معدل زوين. وبحكم ان الوالد كان مانع علينا الخروج، المتنفس الوحيد اللي كان عندي هو الحياه اللي كتبدا في المدرسه، كتجي وكتسالى في الصالون. النهاية كانت ديما هي لو ميم، واخا الأحداث كانوا كيتغيروا. هاد ليكسبيريونس اللي عاودت لكم هي اللي ربت فيا هاد الحس والذوق في الموسيقى، وخلاتني نطلع النيفو في الشوا ديالي. دابا ملي كنسمع شي أغاني مغربية ولا التراكات ديال الراب مثلا، كضرني ودني كنحس بالتشويش، كنحس باللي هاد الكلمات وهاد الريتمات بحال شي طفيليات كتكاثر في شي طبسيد الماكلة. الفرق هو الطفيليات خاصة وقت كبير باش تكاثر، اما هادو اللي بلان الله بهم خاصهم غير ساعه باش يتكاثروا. هاد الساعه هي الوقت اللي خاصهم باش الفيديو ديالهم يضرب فيوز في يوتيوب. انا ماشي كنكريتيكي في شي واحد، الفن ماشي معجزه في المغرب، كاينين شي مواهب زوينه اعطيهم غير جوان ولا شي قرعه وتمزك. لا بصح بندم اعطيه غير الكالم وبزاف ديال التشجيع وتسمع موسيقى راقيه. فريمون الذوق ديال المغاربه خاصو روسيكلاج وكحل الراس مكلخ وما عندوش ذوق. هذا اسهل جواب قدر يجيك لراسك الا بغيتي تعرف علاش هاد الموسيقى العيانه كتكاثر بحال الطفيليات. واخا انا فاش فكرت في الموضوع مزيان لقيت باللي كاين جوج الاسباب لا غير. الاول هو ان المغربي مسكين فاش غادي يبغي يتمزك فراه غيتمزك غير الحاجه اللي كاينه في السوق،
بحال مثلا الا مشيتي معطل بالليل شي سناك وباغي تاكل، طلبتي ساندويتش الكفته مي مو سناك قالك بقى لي غير ساندويتش الطون، ومع الجوع غادي تقضي بداك الطون. ملي تسالي غتقول مع راسك بنين. بحال هكا كتبان ليا لا كونسوماسيون ديال الموسيقى في المغرب. المغربي كيكونسومي غير اللي كاين في السوق، ولكن لا راه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قلب صاحبي ودنيك الا بقيتي كتعطيها الوسخ راه يخرج لك من الناس راق الزيت نورمال. السبب الثاني هو اللي كيبان لي شويه معقد، هو الاغاني اللي كدير بوز وانا في المغرب ولا في قنات اخرين، وهذا الشيء بيان سور راجع الاشهارات. البلان اللي ما كيفهموش بزاف هنا هو ان بنادم ولا مقاتل غير مع لي زالغوريثم ديال لي بلاتفورم، ما بقاش كيهمو الكونسوماتور. المغاربه كيتمزكوا البوز حيت زرعت فيهم الشوكه ديال تشجيع اي حاجه خارجيه، اي حاجه برانيه جايه من على برا. على زعما هما برا كيقدروا يميزوا ما بين هذه موسيقى مزيانه وهذه موسيقى خايبه، هذه كوبي كوليرا غتخرج علينا، حتى حنا نقدروا نديروا شي حاجه زوينه. الاغنيه موسيقى وكلام، قادرين نكتبوا كلام زوين كيف ما قادرين نتجو موسيقى زوينه. دابا ولا كلشي متوفر، يلا بلا ما نكثر عليكم، قطعوا اي حاجه دون المستوى، وسيرتو الا كانت من اجل الربح المادي. راه هكا غادي نبوسيو المنتجين الروابا المغنيين باش يهزوا الليفل معانا. كانت معكم فاميليا، نتلاقاو في ستوري اخرى، والسلام عليكم.